ومنتابع قبل ما نبدأ بتلاقي اتصالاتكم. عندنا هبة بنت كفا وزوجة محمد ابن علي ابن فريال بينادوه محمد عن الحياة العملية والمادية، وإذا اسم بنتها منيح يلي هي مولودة بخمسة نيسان. اسم بنتها هلأ بشوفها، هلأ أنا بشوفها على الفيسبوك. هلأ محمد كتير بيتعب، محمد أنت كتير بتتعب على يعني بتعطي أكتر ما بتاخد، وخاصة بحسب اسم أمك ما بيساعدك كتير على العمل. يا ريت مرته تغير اسمها، تطلع على اسم ورد أو روان. هو ما فينا نغير له اسمه لمحمد اكيد، بس دائما لينا احيانا الاسم الست بياثر على شغل الرجل على الميل، حتى يصير يعمل مشاكل. لما يعمل مشاكل بتفرط العلاقه الزوجيه، بصير كل واحد بميلي. فمشان هيك بهذا الاسم اللي بيختص بالقرين، فهي اسمها ناري والقرين تاعها ناري، ما بيزبط مع اسم محمد. رزقه بتصير مسكن، لا يلاحظ كم الوقت ما اخذها بلشت امور تتراجع لورا. انا مش عم اقول له روح اغير مرتك، لا اغير اسم مرتك بكون افضل ليا. محمد ناديها باسم ورد كثير منيح، او روى او روان او اسم هيا، هو من الاسماء القويه اللي ممكن يجيبه السعد للشخص. هلا ما في يقعدوا بشيء لمحمد، انه هيدي الفتره كلها هالاشهر كثير صعبه عليه عمليا وماديا. يعني ال 2019 اذا تنادى باسم اخر لما زوجته ممكن تتحسن الامور عنده باول سنه 2019. بس بفتكر يعني في عندهم بيت، حيكون عندهم بيت جديد، بس مش هلا، كمان معسر شوي، ممكن يكون خلال اخر 2019 او من نصه لاخره في عد جديد عندكم ان شاء الله انت وزوجتك. عندنا كوثر بنت شفيقه مواليد اكتوبر 89، عاطفه عن الوظيفه والوضع المادي والدراسه وارقام الحظ لبرج الميزان. ايه هلا برج الميزان هلا اسم امها شو قلتي لي اسم امها؟ شفيقه. شفيقه اسم امها كثير قوي، وعلى اذا برج الميزان هي دائما عندها طموح انها تطلع لبرا. كوثر انت بتطلع لبرا، بتسافر لبرا. ارقامك الحظ دائما خذي المفرد على طول رقم 7، لانه الميزان هو رقمه 7 بالابراج، بالابراج بالدائره الفلكيه رقمه 7، فدائما تاخذ 7 و9 و19 21 27 33 37 41 ان شاء الله تكون حفظتهم. فهو من اجمل لكل المواليد، يمكن ما مرقنا لمولود الميزان حظه حلو انه يسمع هيدي ارقامه الحظ، اللي دائما هو يبدا برقم 7 على طول. 7 و17 كمان في ياخذ، لانه اذا 7 لواحد بصير 8، و7 و1 اللي هو 17 كمان بصير، اذا جمعنا بصير كمان رقم 8 وموجود رقم 7. 7 و17 كثير مهمين مواليد الميزان، ياخذوهم بالايام وياخذوهم بالارقام باي شيء بتحبوا. هيدا الدراسه موجوده عندك كوثر، وانا عم بقول لك حتطلعي لبرا وبتتزوجي لبرا حتى، بس ممكن تقدم لك عرسان كثير لازم ندوكي الكوثر الف واللام قبل الكاف بيكون كثير مهم. في عندنا ألفت او ألفة بعتتها بالتال مربوطه، بنت جميله مواليد 9 مارس 90 عن الامور العاطفيه والعمل. ألفت كتير شايفة حالها، الألفت تا مربوطة ولا مفتوحة هي 400، يعني كيف ما بدها تكتبها هيدا الوحيد الاسم كيف ما انكتب بده ينحسب 400. في أحيانا لا بيغلطوا بين حرف الهاء بآخر الاسم أو الألف، فهون اللي بيختلف. ألفت أنت كتير ذكية، وذكاك هو اللي مخليك تتأخر شوي بالعاطفة. الرجال بيهرب منك لأن بلاقيك كتير حادة الذكاء، عندك تاهي في قلك انت بالذكاء، فما تبرزي ذكائك قدامه لحتى ما دائما يطفشوا منك الرجال، لانه احيانا في رجال ما بحبوا المراه ذكيه، وخاصه انت حلوه وذكيه ما بتزبط معك. يعني دائما بقولوا الذكاء بيغطي على الجمال، يعني يكون وحده ذكيه اهم انك تكون حلوه، فانت اخذت اثنين، فمشان هيك عم بيهرب منك العريس. ف ما تبرزي ذكائك ابدا، جمالك مهما خبيتيه حيبقى. وعندك شغل جديد حيكون بشهر 10 او 11 هذه السنه ان شاء الله. حنين، هل اسمها متناسق مع تاريخ ميلادها ب 8 ايلول 93 وهي مطلقه؟ حنين لانه هو حنان، اديك الاسبوع يمكن اسبوعين حكينا صح بهذا الاسم، وان حنين بضلوا افضل من حنان، بس نفس على نفس الاسم يعني، بس حرف الياء بتتزوج مره ثانيه. حنان لا، هذا الفرق بين حنان وحنين. حنين في حرف الياء بيوصلها برجل اخر، حرف النون مرتين، لكن هناك حنان في رقم واحد دائما تتزوج 10، العشرة بتطلقهم. واو عرفتي كيف؟ هذا الفرق بين، مشان هيك حنان اللي بتطلق اول مره ما تفكر تتزوج مره ثانيه، لانه الثاني والثالث والرابع هي كمان كله في طلقات، او تطلع على حنين مثل مهدا. حنين لا، اسمها بتمشي الحال فيه، بس اول حال اول مرحله عاطفيه بتتعب كثير ويصير عندها انفصال، بترجع
بتطلع على مرحله ثانيه عاطفيه بتستقر فيها ان شاء يعني الله. بتبقى على اسمها، بتبقى على اسم حنين اكيد. غادة، الو غادة، غادة ناخذ اتصال اخر. ليلى، ليلى مرحبا، اهلا وسهلا ليلى، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا، تفضلي. تاريخ الميلاد 20 ديسمبر، نعم، 1977، نعم، بنت زهور، حابة أعرف عن المال وعن نقلة البيت والسفر، شكرا. ليلى بنت زهور، إيه؟ منيح اسم أمها، زهور جمع بحبه أكثر من اسم زهرة، زهرة المفرد ما بحبه، لكن زهور دائما الجمع أحسن من المفرد، مثل ياسمينة ما بفضله أبدا، ياسمين أزبط، لأنه دائما لازم يكون اثنين، يعني لازم يكونوا مزدوج مذكر مؤنث ليزبط الشيء او يكون جمع بالاسم. فبالنسبه لإلك النقل موجود وبدك تنطري 3 اشهر وينادوك لولو ويكون اسرع رزق رزقان، والنقل ممكن بيصير اسرع، كل شيء بيصير عندك اسرع، اي شيء بدك تعمليه بيصير عندك اسرع. دلعوك لولو وهو بنفس الوقت اسم، على فكره اسم لولو منه دلع، في له احرفه، في له ارقامه الخاصه. وايضا هناك عندك مشروع انت وحدا يا ست ليلى بده يتم ان شاء الله بشهر 1/2/2019، بس صحتك منيحه انت ما شاء الله، ودائما تحبي تجملي بحالك، التجميل بيلبق لك، في عندك عمليه تجميل جديد ان شاء الله. هذا بالنسبه لليلى. منتابع مع سوزان. هلا مرحبا، اهلا وسهلا سوزان، تفضلي. بدي اسال على عمتي اخت ابوي، نعم، اسمها نبيلة عبدين. نبيلة بنت مين؟ نبيلة بنت خانم أبو هيكل. بنت خانم، تاريخ الميلاد؟ ميلادها ديسمبر 24 1943. شو حابة تعرفي عنها صحيا؟ الحياة والصحة. اوكي، حياة وصحة. نبيلة بنت خاتون، تعبت كثير، يعني ما بعرف شو بدي اقولها، اللي فات اللي جاي باقي اكثر من اللي فات، كل عمرها بتضلها تعبانه ست نبيلة، وما في شيء بتستقر فيه، وحامله مسؤوليه غيرها مش مسؤوليه نفسها، وجابت السعد لغيرها وجابت التعاسه لإلك. ست نبيلة اهتمي بحالك باللي باقي لك من هالعمر، عليك انك تهتمي بحالك، كتر من شرب المي، لانه انت هيدي الفتره لازم تشربي كثير مي، خاصه اسم نبيله، لانه هيدي في ما ورائيات الاسم بيكون له اشياء اللي لازم ياكلها، اللي لازم يعملها، اللي لازم يسويها، يعني كتر من العصائر ومن المي، لانه اكثر شيء بيصير عندها قله المي بتعملها مشكله صحيه، فمشان هيك ما بكون عم خوفك، لا عم بحذرك مشان الايام الجايه تكوني انت مستعدتي لها بصحه تامه. بس ناطره خبر يا ست نبيله، حتلبسي عروس لحدا وحتفرحي وحتبكي دموع فرح لهيدي العروس، هي مقربه لإلك اكثر ما هي لإلك يعني ببيتك، وهيدي حيفرحك كثير، هيدي الفرح اللي حتشوفيه هلا قريبا 2019 ان شاء الله، يكون عندك استقرار مع نفسك اكثر من لغيرك. هذا بقدر انصحه لست نبيله، لانه تعبت كثير، يعني حياتها تعب ومسؤوليه اكبر منها. ما بعرف شو بدي اقول له. الو سيمو، اهلا وسهلا. الو، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، تفضل استاذ سيمو. 22/9/54 عن الصحه والعمل. صحة وعمل 22/9/54. عمل عندك عمل جديد استاذ سيمون، حضر حالك، في حدا بده يعرض عليك شغلين مش شغل واحد، محلين، ما راح يكون في حيرة، لأنه حتختار واحد أفضل من الثاني، حيكون بشهر 10 و11 في عندك اجتماع كمان مع شخص صارك زمان ما شايفه، وهالشخص بهمك أمره كثير وبهمه أمرك، ممكن يكون في صداقة من زمان أو ثقة، فبده يسلمك مسؤولية وأنت حتكون قد هالمسؤولية، يعني عندك شغلتين هيدي الفترة القصيرة إن شاء الله. صحتك كتير منيحة أستاذ سيمون، أنا قطعت قطوع والحمد لله طلعت منه، وأنت خير كتير، ودائما الصدقة حلوة اللي أنت بتقدمها للناس، إن شاء الله الصدقة تكون كلمة، ما ضروري الصدقة تكون بس مصاري، فأنت مساعدتك للناس دائما بتشيلك من مآزق كبير، ولاحظ حياتك كل شيء بدك توصله لخطر بتطلع منه قبل ما توقع فيه الحمد لله. هذا بالنسبة لأستاذ سيمون. منتابع غادة، الو غادة،
هلا اسم غادة يمكن كل مرة عم تحاول دايما حظها قليل، إذا كل شيء بتسعى فيه بنلاحظ اسم غادة كل حياتهم وحدة، يعني يلي مطلقة يلي ما تزوجت يلي ما تهنت يلي زوجها عشق عليها يلي زوجها تزوج عليها، في عندها حالة مترابطة يعني حلقة هي مش مفقودة متواصلة مع بعضها البعض، كل وحدة عندها حالة تعاسة بشيء ما، فقليل قليل هلا في حالات استثنائية باسم غادة قليل قليل، يعني في كمان في شغله هيك غادة الكاميليا، هول الاسمين ما بحبهم لحدا، فهول الاسمين ينتبهوا منهم ما يسموا بكره اذا امه غاده او امه غاده يرددوا هالاسم للولد جابوا التعاسه من وقت ما اجى المولود غادة حرام. رجعت، غادة بتعتذر منك خلص الوقت، إذا بتحبي تعطيني اسمك الأسبوع القادم نبتدي فيه، اسمك غادة؟ اسمي غادة، أمي عزيزة. بنت عزيزة، فينا نقول شيء سريعا؟ ايه عزيزة قوي كتير بيساعدك، بس تعملي انت هذا يعني في حديث استثنائي بيقول اسم الام او اذا خلقتي بيوم خير، فانت شوفي عندك نجم خاصة باسم عزيزة من اجمل الاسماء، اسم امك رفعك من النحس اللي انت النحس يعني تساعد امك اثنين بيغلب النحس اللي عندك اياه واحد، فبصير عندك حياتك وسط بتستقري بس بتحبي مرتين بتخطبي مرتين لتتزوجي الثالث اللي هو زواجك واحد ان شاء الله يا ست غادة. بس شكرا عندها فسخ محبس. شكرا غادة، شكرا جوانا، شكرا بشوفك على خير بحلقة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء مشاهدينا.